طيب سيد سفير، أنا خالد أبو بكر وبحيي حضرتك وبحيي جميع أفراد البعثة الدبلوماسية، لأنه بصراحة الزيارة كانت هامة وتم التحضير لها بعناية فائقة. أشكرك دكتور خالد. لكن الحقيقة بيهمني أقف عند إشارة هامة جدا قام بها السيد الرئيس اليوم، أنه دعا أسر الذين توفوا في حادث مروري عند قدومهم من دريسدن للترحيب بالسيد الرئيس، وأيضا دعا عدد من أفراد الجالية المصرية. حضرتك شفت اللقاء ده إزاي؟ والله أشكر حضرتك على إثارة هذه النقطة، لأنها بعيدا بقى عن الاتفاقات والمذكرات تفاهم والجوانب البروتوكولية واللقاءات الرسمية واللي هي كانت هامة وكانت جزء أساسي طبعا والمكون الأساسي للزيارة، لكن هذه اللفتة الإنسانية كانت محل تقدير وإشادة من كافة أبناء الجالية المصرية. هذه القصة تعود لعام 2015 عندما توجه السيد رئيس الجمهورية إلى برلين في زيارة رسمية، وأصر بعض الأسر المصرية المقيمة في فيينا إلى التوجه بسيارتهم الخاصة، التوجه لتحية السيد رئيس الجمهورية في برلين. وللأسف حدث هذا التصادم أو هذه الحادثة حدثت على الطريق، وتوفى على إثرها ثلاثة من أسر العائلات المصرية اللي اتجهت لتحية السيد رئيس الجمهورية أثناء وصوله إلى برلين وتوفوا، فبالتالي ما قدروش طبعا يكملوا هذه الزيارة وعادوا. وسادته لما علم بالأمر وعلم أيضا بأنهم متواجدين في فيينا وكان فيه بنرتب للزيارة، ستحرص على أنه يلتقي بيهم، وبالفعل قبل المغادرة مباشرة التقى بالأسر والأفراد العائلات الثلاثة، وكان لقاء يعني مش عارف أوصفه لحضرتك، لكن كان مؤثر جدا. والسيد الرئيس عرض عليهم أكثر من مرة، طب يعني نقدر نعمل لكم إيه، طب نقدر إزاي نسندكم نقف جنبكم، لكن هم كانوا دايما بيكتفوا بالرد إن اللقاء مع سيادته كافي بالنسبة لهم تماما. فكان حقيقة لفتة إنسانية مؤثرة للغاية، ويعني انتهى بحديث طيب للغاية ما بينهم بين السيد الرئيس، وهم اطمأنوا على مصر وأكدوا إن هم دايما حريصين إن هم يزوروا مصر وإن هم بيدعموا سيادته وإن هم بيؤازروه وبيساندوه. ودي يعني كان في تقديري هذا البعد الإنساني اللي تم تضمينه في هذه الزيارة، كان من أكثر الجوانب المؤثرة واللي ليها قيمة إنسانية عالية. صحيح. وكان ليها صدى طيب في الجالية، ومش عايز زي ما حضرتك سامع أنا بقول لا مسلمين ولا أباط، لأن في الآخر إحنا مصريين. صحيح. وهو كان الجالية المصرية كانت كلها يعني تأثرت بهذا اللقاء، وكان ليه أثر طيب في نفوسهم جميعا.